بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الصحافة اليوم، واللي بنتناول فيه بالقراءة والتعقيب أهم العناوين والمانشيتات بالإضافة لمقالات الرأي والأخبار الصادرة في صحف ومجلات النهاردة. مشاهدينا النهاردة هنطالع العدد الجديد والأسبوعي من مجلة أكتوبر بصحبة الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف، الكاتب الصحفي بمجلة أكتوبر. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني مشاهدينا في البداية بننعي بمزيد من الحزن والأسى ضحايا الحادث اللي وقع بالأمس، وهو تصادم قطارين، وبنتمنى الحقيقة الشفاء العاجل لكل مصابي هذا الحادث الأليم. يعني مباشرة مشاهدينا هنبدأ أول أخبارنا مع حضراتكم بالاحتفال برفع العلم المصري في الغواصة الثانية 42، وده في إطار طبعا تطوير وتحديث القدرات القتالية لقواتنا البحرية من أجل الحفاظ على الأمن القومي. هقرأ على حضراتكم المانشيت الرئيسي، بيقول قائد القوات البحرية في تصريح لي S-42 رسالة ردع لمن تسول له نفسه المساس بأمننا القومي. يعني من العناوين أستاذ جمال للتفاصيل مع حضرتك. بس اسمحي لي في البداية طبعا برضو أضم صوتي لصوتك وأعزي يعني كل المصريين وأعزي أنفسنا في ضحايا القطارين، تصادم القطارين، وإن شاء الله تبقى آخر يعني الحوادث في المتعلقة بحوادث القطارات إن شاء الله في مصر، ونهاية لهذا العصر يعني اللي شهدنا فيه العدد من الحوادث. إن شاء الله يكون هناك خطوة جادة من الدولة لإنهاء نزيف دماء المصريين على قضبان السكة الحديد. طيب نخش بقى، خلينا نقول للسادة المشاهدين الخبر دلوقتي اللي يعني يمكن جالنا. محافظ الأسكندرية في تصريح لي بيصرح ويقول مشاهدينا أنه بالفعل بدأت عودة حركة القطارات كما كانت في السابق ورجعت لوضعها الطبيعي، في تصريح خاص لمحافظ الإسكندرية الآن. طيب خلينا أستاذ جمال نبدأ مع حضرتك أخبارنا من الخبر الخاص برفع العلم المصري على الغواصة الثانية S-42. في الحقيقة يعني المصريين كلهم يعني يشعرون بالفخر بعد أن استطاعت قوات المسلحة تحديث أسطولها البحري بشكل ملحوظ، وبشكل أيضا أثر في ترتيبها العالمي لتصل القوات المسلحة المصرية والجيش المصري للمرتبة 10 عالميا، وده نتاج تطور في التسليح وأيضا في التدريب على المستوى حتى البشري. الغواصة الثانية التي انضمت للأسطول البحري المصري هي واحدة أو الثانية في صفقة تضم 4 غواصات مع الجانب الألماني، كده استلمنا 2 وفاضل غواصتين. هذه الغواصة يعني تدعم قدرات مصر الدفاعية للدفاع على مقدراتها في المياه الإقليمية، خصوصا ان احنا بنتكلم على اكتشافات غاز وبنتكلم على ترسيم جديد للحدود المائية بيننا وبين الجانب مثلا اليوناني والجانب القبرصي، ايضا ضبط العملية تسرب اللاجئين الدواعش والارهابيين من سوريا الى العراق الى ليبيا، كل ده بيحدث في محيط البحر الابيض المتوسط، وبالتالي السيطره على مياه البحر الابيض المتوسط من صميم الامن القومي المصري. بنشوف هناك تحالف بين مصر واليونان وقبرص، وكان هناك مناورات عسكريه بالفعل بين الجانب المصري والجانب اليوناني في البحر الابيض المتوسط. هذا المثلث بيشكل درع قوي جدا لحماية البحر الأبيض المتوسط وحماية أيضا أوروبا من تدفق الإرهابيين إليها. القوات المسلحة المصرية وبالتحديد السلاح البحرية استطاع أيضا الحصول على المسترال وأيضا على نشاط صواريخ سريعة من الجانب الروسي، فإذا احنا بنتكلم على طفرة كبيرة في القوات المسلحة المصرية وفي البحرية المصرية. عندنا أصبح عندنا أسطولين، يعني أسطول بيعمل في البحر الأحمر وأسطول آخر بيعمل في البحر الأبيض المتوسط، فأنت بتتكلم على دولة يحطها حدودها أغلب حدودها بتحاط بمياه إقليمية، وبالتالي القوات البحرية هنا عليها دور كبير جدا في تأمين الحدود المصرية. يعني تطوير السلاح البحري أنا أظن أنه هو ما زال مستمرا وسوف يساهم في رفع تصنيف الجيش المصري في السنوات القادمة إلى مراتب أعلى إن شاء الله. طيب في إطار هذه الطفرة اللي بتحدث في مصر ورفع القدرات القتالية لدى ربما انضمام هذه الغواصة للأسطول البحري المصري، في هذا الإطار ما وقع هذه الرسائل اللي يمكن بتبثها قواتنا المسلحة على الأطراف المعادية لمصر واللي دايما عايزة مصر تتأخر مش تتقدم؟ في الحقيقة أن ثقة
الدول المانحة أو المتعاقدة معاك على السلاح ده لوحده بيبعت رسائل لدول أخرى. يعني لما نعرف مثلا أن غواصة زي اللي احنا واخدينها دي هناك دول أخرى في المنطقة ساعد في الفعل الاستحواذ عليها أو شرائها من الجانب الألماني، والجانب الألماني يعني لم يوافق على صفقات، وبالتالي الجانب الألماني يثق بشكل كبير جدا في قدرات الجيش المصري وفي قوته وفي ضبطه للنفس وفي استخدامه في السلاح في الدفاع، وايضا هذه بتاع هذه يعني الفكره من التسليح هو عنصر الردع في المقام الاول، لان المواجهات العسكريه بشكل مباشر يعني تراجعت بشكل كبير. يعني هنشوف دلوقتي حروب عن طريق الجماعات الارهابيه، طبعا بيوصل رسائل كبيره جدا، خصوصا ان مصر نوعت في الفتره الماضيه مصادرها للتسليح. بنشوف ان احنا بنتجه نحو الصين وروسيا والمانيا وفرنسا، وايضا ما زلنا نتعامل مع الجانب الامريكي، وبالتالي كل دي رسائل بتعطي دلاله واضحه جدا على توازن مصر السياسي وعدم تبعاتها السياسيه لأي دولة أو لأي قوة في المنطقة. طيب يعني مع حضرتك ومع السادة المشاهدين مشاهدينا هنتابع خبر آخر، ومن صفحة اتجاه الريح تحديدا هنتحول حالا مع حضراتكم، وهذا اللقاء الهام جدا واللي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سلطان أحمد ابن سليم وده رئيس مجموعة دبي العالمية. الحقيقة مشاهدينا في هذا اللقاء تمت الموافقة على إقامة شركة تنمية مشتركة تقع بين الهيئة العامة الاقتصادية للقناة وبين دبي العالمية. الخبر بيقول في العنوان الرئيسي دي شراكة مصرية إماراتية لتنمية القناة. يعني الحقيقة دي مش أول مرة يتم فيها عقد شراكة مشتركة بين دولتي أو دولتين مهمتين جدا في المنطقة هي دولة مصر والإمارات فيما يتعلق بتنمية الهيئة العامة الاقتصادية للقناة. يعني أستاذ جمال كيف تقرأ هذا الخبر؟ في الحقيقة إن شركة مواني دبي دي مش أول تجربة ليها في مصر، ولكن الشركة كانت ايضا او ما زالت حتى تدير ميناء السخنه، وبالتالي نجاحها بعيدا بقى عن العلاقات المصريه الاماراتيه، طبعا علاقات مميزه جدا وعلاقات يعني في احسن حالاتها، وايضا علاقات شراكه وتكامل على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي بشكل اكثر من رائع. وايضا شركه مواني دبي اثبتت جدارتها وكفاءتها في اداره ميناء السخنه، وايضا الان الحكومه المصريه والرئيس عبد الفتاح السيسي بيثق في شركة مواني دبي مرة أخرى لإحداث نوع من أنواع طفرة اقتصادية في محور قناة السويس، ويعني هذه المنطقة الحيوية اللي مصر تعتمد عليها في المرحلة القادمة لتكون يعني نواة لتطوير وقيادة الاقتصاد في مصر المرحلة القادمة. أيضا ربط منطقة ومحور قناة السويس بمواني دبي وأيضا بجبل علي وإحداث نوع من أنواع التكامل الاقتصادي والتجاري بين ايضا حتى المناطق الصناعيه اللي بتنشئها دوله مثلا زي الصين في محور قناه السويس، كل ده سوف يصب بالخير وبالمصالح المشتركه بين في دبي وفي الامارات وايضا في مصر، وبالتالي شراكه بعيدا عن زي ما قلت عن العلاقات المميزه جدا فهي شراكه اقتصاديه مهمه جدا وبتصب في صالح الدولتين. طب إلى أي مدى يعني دي تعتبر رسالة للعالم كله بثقة الدول الشقيقة والعربية في مصر وأمنها، وبالتالي دولة مهمة جدا في المنطقة وهي دولة شقيقة دولة دبي في ما وصلت إليه من تطور وعالمية دولة الإمارات طبعا وعلى رأسها دبي، يعني هل دي تعتبر رسالة موجهة للعالم كله بمدى أهمية مصر وثباتها وقوتها الأمنية في الفترة الحالية؟ دي نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأن دبي بالتحديد فعلا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي والإمارات بشكل عام أصبحت يعني نموذج جديد في العالم للطفرة الاقتصادية، وحتى يعني الامارات الان تفكر في الاستغناء عن البترول كمصدر من مصادر مثلا يعني او الاعتماد عليه في التنميه المحليه، وده معناه ان الامارات وصلت بتجربتها لمرحله النضوج، وبالتالي العالم كله بينظر على التجربه الاماراتيه لانها تجربه رائده وتجربه يعني حتى ممكن نشبهها بفكره النمور مثلا الاسيويه اللي حدثت في التسعينيات، وبالتالي ثقه الامارات في مصر وهذه الشراكه المتبادله بالتاكيد بتعكس للعالم كله يعني مدى التقارب من مصر الإماراتي، وايضا ثقه الامارات في مصر بتدي صوره ذهنيه للمستثمر الخارجي ايضا في مصر، خصوصا ان الامارات لديها العديد والعديد من الاستثمارات الخارجيه ووجود
الامارات وممثله في مواني دبي في منطقه قناه السويس، اظن ان هو الضوء الاخضر للكثير من الشركات الاجنبيه للدخول الى السوق المصريه في من خلال محور قناه السويس. طيب لسه بنواصل مع حضرتك ومع السادة المشاهدين أخبارنا الاقتصادية، هنروح للصفحة 12 ونتابع مع حضراتكم بالرصد والتحليل آخر المستجدات فيما يتعلق بالمستجدات على الساحة الاقتصادية، وكمان الدور التنموي والاجتماعي المؤثر جدا واللي بيقوم به بنك مصر في هذا السياق في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. هقرأ على حضراتكم العنوان الرئيسي، بيقول في ندوة أكتوبر لمناقشة مستجدات سوق الصرف، رئيس بنك مصر في تصريح لي انتهت السوق الموازية والبنوك أصبح لديها فائض من العملة الأجنبية. يعني يمكن ده خبر مهم جدا وخبر إيجابي بيبعث على روح التفاؤل للمصريين جميعا بأنهم يطمئنوا على الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الإصلاح الاقتصادي اللي بتمر بيها مصر حاليا. بالحقيقة يعني مجلة أكتوبر أفردت صفحات لندوة أقامتها لرئيس بنك مصر، وعلى هامش حتى هذه الندوة تم توقيع اتفاق بين دار المعارف إحدى المؤسسات القومية وبين بنك مصر للتسوية الديون، وأظن إن دي تجربة هائلة جدا في أزمة ديون الصحف القومية. يعني دايما بنتكلم على تجبيل الصحف القومية بالديون، وأظن إن دي تجربة إن شاء الله تكون نموذج لتكراره في بعض المؤسسات الأخرى. رئيس البنك المركزي هنا بيتكلم على تعويم الجنيه وعلى كونوا أعاد بالخير، تصريح لرئيس بنك مصر، رئيس بنك مصر عفوا، بيتكلم على تعويم الجنيه وأيضا يعني مساهمته في الاستقرار في معدل الاحتياط النقدي في البنك المركزي، وأيضا أحداث استقرار في سعر الصرف، وأيضا اختفاء السوق السوداء. بالفعل اختفت بشكل ملحوظ جدا، يمكن حتى المواطن العادي يشعر بهذا الأمر، بالفعل اختفت السوق السوداء نوعا ما، ده لأن السعر أصبح يعني محدد بعد أن أصبح العامل هنا هو العرض الطلب شراء أو البيع. أيضا فكرة الدولار الجمركي وتثبيته وانخفاضه ده ساهم بكثير جدا في اختفاء السوق السوداء. يعني بنك مصر أيضا بفكرة شركات الصرافة واللي بنك مصر ساهم فيها بشكل ملحوظ، ساهم في توفير الدولار للمواطن وأيضا للشركات، كل دي عوامل ساعدت على استقرار سعر الصرف وأيضا على زيادة الاحتياطي النقدي في خزينة البنك المركزي. أيضا بنك مصر لعب الفترة اللي فاتت دور وطني مهم جدا، دايما بنقول شركات الوطنية سواء بنك مصر أو مثلا مصر تران، هذه الشركات القومية المصرية هي السند الحقيقي للاقتصاد المصري وهي الداعم الحقيقي للاقتصاد المصري. أو طبعا نريد المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولكن دايما الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية هي الركائز الأساسية لأي اقتصاد في أي دولة. طيب يعني بنك مهم جدا في مصر وبنك ذو ثقل زي بنك مصر، يعني لما يقول تصريحات زي دي وان مصر فعلا بتخطو خطوات صحيحة على الطريق الإصلاح الاقتصادي، ده بيدل على ايه؟ يعني عايزين نطمن الناس ان احنا فعلا ماشيين في الطريق الصحيح. احنا بالفعل ماشيين في الطريق الصحيح، ومش معنى ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح ان احنا نبقى طريق سهل. ربما صعوبة ما نمر به الآن من ظروف اقتصادية أو من غلو في الأسعار وإلى ذلك ربما يجعل الطريق أكثر صعوبة، ولكن كل الخبراء ويعني حتى المواطنين يعني مدركين صعوبة الموقف يدركين تماما. وعلى فكرة يعني يمكن المواطن البسيط بيستحمل ارتفاع الأسعار الآن لأنه يدرك تماما أن الإصلاحات الاقتصادية أمر ضروري ودواء مر يجب أن يعني يؤخذ حتى يتم شفاء الاقتصاد من أزماته، خصوصا أن هذه الإصلاحات تأخرت على مدار 30 عام. أكيد طبعا لما تصريحات مطمئنة تخرج من رئيس بنك مصر أتوقع أنها كلها صدد كبير جدا على المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وأيضا مثل هذه التصريحات بتعطي المواطن جرعة من التفاؤل وجرعة من الأمل في أن الغد إن شاء الله سوف يكون أفضل. طيب خلينا يعني ننهي بالغد سوف يكون أفضل لهذا الخبر، ونتحول مع حضراتكم زي ما عودناكم دايما لنتطرق لآخر الأخبار المتعلقة بالسياحة والطيران. هنروح لصفحة سياحة وطيران من مجلة أكتوبر، ويعني كل عام وحضراتكم بألف خير ونحن على مشارف موسم الحج. الخبر اللي معانا دلوقتي متعلق بموسم الحج، بيقول جسر جوي بين مصر والسعودية لنقل 63 ألف حاج. يعني أهمية هذا الجسر في الوقت الحالي ومدلولاته.
مطار القاهره هناك خليه يعني عمل دؤوبه في الحقيقه، يعني لنقل حجاج بيت الله الحرام الى الاراضي المقدسه. بنتكلم على الشركه الوطنيه للطيران تستعد لنقل اكثر من 63 الف راكب من مصر الى يعني المدينه المنوره او الى مكه، وبالتالي يعني هناك استعدادات من قبل وزاره الداخليه متمثله في مديريه امن المطار، ايضا من وزاره الصحه متمثله في الحجر الصحي في مطار القاهره، ايضا شركه ميناء القاهره الجوي واستعدادها في الصاله الموسميه في مطار القاهره، وتسهيل ايضا على الركاب، لان احنا عارفين الكثير من المسافرين الى اداء فريضه الحج من كبار السن، وبالتالي بيستلزموا رعايه خاصه. الجوازات ايضا هناك تسهيلات لسرعه الاجراءات وتسهيلها على المسافرين. يعني مصر للطيران كمان اصدرت مجموعه من الارشادات للمسافرين حتى تسهل عليهم عملية السفر، من أهمها مثلا التواجد في المطار قبل بدء الرحلة بأربع ساعات، ونتمنى من المسافرين أن يلتزموا بهذا، لأن ده بيصب في الآخر في سرعة الإجراءات وتسهيل عملية السفر. بالفعل بدأت الأفواج في السفر منذ الأربع الماضي، بنتكلم أن حجاج القرعة من بعض المحافظات ابتدوا يعني سافروا، وأيضا حجاج جامعات الأهلية النهاردة كانت أولى رحلاتهم إلى بيت الله الحرام. بنتكلم كمان على بعثة الحج الخاصة بوزارة الصحة أيضا سافرت مساء أمس. بنتمنى إن شاء الله موسم حج هادئ وبدون أي مشاكل، سواء من داخل يعني أو في مرحلة السفر أو في مرحلة أداء الشعائر إن شاء الله، ويتقبل الله من الحجاج يعني حجهم، ويعني يدعو لمصر لأن مصر في حاجة إلى دعائهم. بالطبع مشاهدينا يعني دعواتنا كلنا بحج مبرور وذنب مغفور بإذن الله لكل الحجاج. خلينا ننهي جولتنا ونتطرق للشأن العربي، ونروح مع حضراتكم لصفحة شؤون عربية ونشوف آخر التطورات فيها، بتتحدث حول استئناف الوساطة الكويتية لحل الأزمة القطرية. زي ما احنا عارفين انه الأزمة القطرية دلوقتي ابتدى يدخل فيها أطراف تانية، مثلا زي دولة الكويت ليها دور مؤثر على أرض الواقع. خلينا نشوف العنوان الرئيسي بيقول إيه. بيقول رغم تجاوب الرباعية مع الوساطة الكويتية قطر تواصل اللعب بالنار. يعني ما يعني تفسيرك لإصرار دولة قطر على يعني عدم العدول عن سياستها الداعمة للإرهاب في ظل التوجهات العربية، وخاصة انضمام هو دولة زي الكويت في دعمها للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب؟ الحقيقة بالفعل قطر بتلعب بالنار، و خلينا نتكلم ان هذه المرحلة هي مرحلة او تحتاج الى النفس الطويل، والرباعي يعني الداعي لمكافحة الإرهاب نفسه طويل جدا في هذه المعركة. هناك حكمة في إدارة هذه الأزمة سواء من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، هناك أيضا حنكة سياسية، ما ننساش أن الدول الأربعة دول ذات خبرات سياسية أكثر بكثير من قطر. قطر ليس لديها من الخبرات السياسية ما يؤهلها لمواجهة أربع دول يعني مخضرمين في عالم السياسة سواء الدولية أو المحلية، وبالتالي قطر الخاسر الأول من هذه المواجهة السياسية. قطر يعني رباعي بالتأكيد زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، هناك شروط يعني واضحة وصريحة، وكل الدول حتى على حدة بعيدا عن الاجتماعات الرباعية كل أعلن أن لا يعني تفاوض على الشروط. قطر يعني تستغل الوقت، بتحاول تستغل الوقت لصالحها، ولكن المتضرر الحقيقي هو الشعب القطري، لان الشعب القطري بيواجه ازمه فعليا سواء على مستوى ان يعني ارتفاع في المواد الغذائيه، البورصه يعني في طريقها دائما للهبوط، العمله بتنخفض، نقدر نقول تدهور في الشان الاقتصادي في قطر، ده غير طبعا الاحتلال التركي الذي اصبح واضح في قطر. يعني انت بتتكلم على قوات عسكريه تركيه يعني بتحتل شوارع قطريه بشكل واضح وبشكل صريح، الحرس الثوري الايراني ايضا ينتظر يعني الضوء الاخضر للدخول، ده كله في ايضا أكبر قاعدة في المنطقة قاعدة عسكرية قاعدة الأمريكية في قطر، فأنت بتتكلم على قطع صغيرة من الأرض فيها ثلاث قوى عسكرية في الحقيقة هم قوى متنافسة ومتناحرة، ده بيحط إذن هي أوضاع متردية تمر بها أكيد. قطر. خلينا نبص للجانب الآخر وهو الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، هل تتوقع مزيد من التصعيد في الفترة القادمة من هذه الدول حتى يعني ربما تتراجع قطر عن موقفها المعادي؟
الدول الاربعه غير متضرره تماما من مقاطعه قطر، وبالتالي قطر هي المتضرر الاول والاخير. وده معناه ان انا اظن يعني في وجهه نظري ان الرباعي ليس في حاجه للتصعيد، ولكن يعني ابقاء الوضع كما هو عليه هو يصب في صالح الرباعي ويضر بمصالح قطر سواء السياسيه او الاقتصاديه، وبالتالي انا اظن اي تصعيد سوف يسبقه خطوات من قطر، انما الرباعي يتبع الان سياسه النفس الطويل، وانا اعتقد ان قطر نفسها قصير للغايه في هذه المواجهه السياسيه، وبالتالي تصعيد الان يعني يمكن حتى الشوارع يعني الشارع العربي على مستوى الدول الداعيه لمكافحه الارهاب يعني دايما بيحفز حكوماته على مواجهات اكثر صراحه او على تحرك اكثر صرامه او على الدخول في مواجهه صريحه. هناك حنكه سياسيه تتبعها حكومات الدول الاربعه يعني مبنيه على خبرات سابقه ومبنيه على تجارب سابقه وايضا على سياسات مستقبليه واضحه. إذن الفتره القادمه هي بالطبع حامله لمزيد من التفاصيل كاشفه عن مزيد من التطورات فيما يتعلق بالازمه القطريه. بشكر حضرتك الكاتب الصحفي بمجله اكتوبر الاستاذ جمال رائف، شرفتنا يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم، وشكرا للساده المشاهدين. كذلك مشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم، واستنونا غدا في حلقه جديده من الصحافه اليوم. الى اللقاء.